بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أيها الأحبة الكرام، أرحب بكم في هذا الفيديو الذي سنتكلم فيه عن العوامل التي تؤثر بسعر الذهب عالميا ومحليا وتؤدي إلى ارتفاعه أو انخفاضه. طبعا هناك عدة عوامل هامة ومتوسطة الأهمية ومنخفضة الأهمية تؤثر في سعر الذهب. سعر الذهب على منصات التداول يكون مسعر بالدولار الأمريكي لكل أونصة. الأونصة تعادل تقريبا حوالي 33 غرام، ويكون السعر طبعا أثناء ساعات التداول وأيام التداول 5 أيام أسبوعيا يغلق فقط هذا السوق، سوق التداول للذهب، يوم السبت ويوم الأحد. يكون هذا السعر متأرجح، يتغير كل لحظة تبعا للظروف. أهم الظروف، أهم يعني النقاط التي تؤثر بسعر الذهب في الصعود والهبوط هو موضوع العرض والطلب ومسبباته. العرض والطلب، كلما ازداد الطلب على الذهب يرتفع سعره، وكلما ازداد العرض ينخفض سعره. هذا ما يحدث فعليا. طبعا حاليا مثلا نحن اليوم في تاريخ 30 أغسطس آب 2022، سعر أونصة الذهب حاليا حوالي 1733 دولار أمريكي للأونصة. الآن ما هي العوامل الهامة التي ترفع سعر الذهب أو تخفض سعر الذهب؟ أولاً كما ذكرنا موضوع العرض والطلب. العرض الزائد يرفع، العرض الزائد يخفض سعر الذهب، والطلب الزائد يضغط على سعر الذهب لكي يرتفع أكثر. من أهم النقاط المرتبطة بسعر الذهب وتغيرات سعر الذهب سعر صرف الدولار الأمريكي، لأن أونصة الذهب تسعر بالدولار الأمريكي. الآن كلما ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي ينخفض سعر الذهب، وكلما انخفض الدولار يرتفع الذهب. إذن هناك علاقة عكسية بين سعر الدولار وسعر الذهب، إذا ارتفع الدولار ينخفض الذهب، وإذا انخفض الدولار يرتفع الذهب. هذا يعني واحد من أهم النقاط التي تؤثر في مسير أسعار الذهب في كل لحظة وفي كل يوم. طبعا أسعار الذهب عندما تنخفض عالميا تنخفض في كل دولة في العالم، تنخفض محليا في بلدك، وإذا ارتفعت عالميا أيضا ترتفع تلقائيا في بلدك. ينعكس هذا على الأسعار عند الصرافين، يعني أحياناً يكون في تسعيره كل ساعة في محلات الصرافة مثلاً. الآن العامل الثاني الذي يؤثر بأسعار الذهب والهام جداً الكوارث والحروب. الآن موضوع كورونا، في حال موضوع كورونا ارتفعت أسعار الذهب، لماذا؟ لأن كان هناك إقبال كبير من المستثمرين، لأنه يعتبر من الملاذات الآمنة أيضاً الذهب. المستثمرون يعني في وقت كورونا لم يكن هناك مجال لمشاريع جديدة للأسهم، للعملات، لكل هذه الأمور، فاشتروا الذهب لكي يعني يحتفظوا به، لأنه باعتبار ملاذ آمن لا يحتاج إلى تعب. اشتروه وخزنوه، ارتفع سعره. لماذا ارتفع سعره كثيرا؟ لأنه حدث عليه طلب كبير جدا بسبب أزمة كورونا. لأن الحروب أيضا، الحروب مثل الحرب الروسية الأوكرانية عندما ثلاث رفعت أسعار الذهب، الحروب أيضا ترفع أسعار الذهب. أي حرب رئيسية على مستوى العالم ترفع أسعار الذهب. الآن من النقاط الأخرى الهامة في تسعيرة الذهب والتي ترفع أو تخفض سعر الذهب، سعر الفائدة على الإيداع بالدولار الأمريكي والعملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو والباوند والدولار الأسترالي والدولار الكندي والفرنك السويسري. سعر الفائدة خصوصا على الإيداع بالدولار الأمريكي، إذا ارتفعت الفائدة على الإيداع بالدولار الأمريكي يهرع الناس إلى الدولار الأمريكي يشترونه، لأن عليه فائدة كبيرة، يعني يأخذون منه فوائد كل فترة معينة بعد الإيداع بالدولار الأمريكي. أما إذا انخفضت سعر الفائدة على الإيداع بالدولار الأمريكي فإن سعر الذهب يرتفع ويعود إلى الارتفاع. الآن الذي يحصل فعليا على أرض الواقع أنه إذا رفعت مثلا أمريكا سعر الفائدة على الدولار الأمريكي كما يحدث الآن، يذهب الناس لشراء الدولار الأمريكي لأنهم سيخزنون الدولار ويحصلون على فائدة ثابتة. بينما إذا خفضت سعر الفائدة سيرتفع الذهب ويعود الناس لشراء الذهب باعتباره ملاذ آمن. هذه أهم النقاط الأربعة التي تؤثر في أسعار الذهب عالمياً ومحلياً. بالنسبة لتداول الذهب عبر الإنترنت، طبعاً بالنسبة للتوقعات خلال الفترة القادمة يتوقع أن تواصل أسعار الذهب انخفاضها، لأن أمريكا تتجه لمزيد من رفع الفائدة على بنسبة يعني 80% الاحتمال أن تنخفض أسعار الذهب إلى 1600 وربما 1500 وربما 1400 دولار أمريكي للأونصة خلال بقية 2022 و 2023، لأن أمريكا ترفع الفائدة أكثر وأكثر على الدولار، الإيداع بالدولار الأمريكي، ولأن العالم امتص صدمة ارتفاع أسعار الذهب بسبب كورونا وبسبب الحروب، ولأن هناك أيضا اكتشافات هائلة بالنسبة للاحتياطيات الضخمة على مستوى العالم. دول كثيرة أعلنت عن احتياطيات طبيعية ضخمة لإنتاج الذهب، هذا سيؤدي بدور إلى تخفيض كلفة إنتاج الذهب وبالتالي انخفاض أسعاره. تداول الذهب عبر الإنترنت من نظام الهامش طبعا يسمح لك أن تداول الذهب
رأس مال بسيط $100 أمريكي فما فوق، ويسمح لك أن تربح إذا ارتفع السعر من خلال صفقة الشراء أو إذا انخفض السعر من خلال صفقة البيع، ويسمح لك أن تسحب أموالك في أي وقت وتفتح وتغلق وتعدل الصفقات في أي وقت ما دام سوق التداول مفتوح. طبعا هذا التداول حلال شرعا ما دام انه يتم من خلال حساب اسلامي وبرافع ماليه مجانيه وبعقود عاديه وبالشروط الاسلاميه الحلال لتداول الذهب. من افضل الشركات لتداول الذهب عبر الانترنت الموثوقه المضمونه الشركات مرخصه رسميا من سوق الدول الخليج العربي، الشركات مرخصه رسميا من سلطه دبي الماليه او من بنك الامارات المركزي. من هذه الشركات على سبيل المثال شركه اكس تي بي الاماراتيه في دبي مرخصه رسميا من سلطه دبي الماليه، اضافه الى ترخيص رسمي للحكومه البريطانيه الاسبانيه التركي البولندي، تقدم افضل خدمات التداول من مع حسابات اسلاميه حلال وحسابات تجريبيه للتعليم وحسابات مصغره براس مال بسيط. تقدم الشركه ايضا تدريب وتعليم وتحليل مجاني شامل للعملاء وتوصيات تداول مجاني بالتعاون مع البنوك العالميه كورن مثل بنك جولدمان ساكس العالمي. اضافه الى ذلك تقدم الشركه خدمات يعني خدمات تداول شاملة متكاملة، إضافة إلى رافع مالية مجانية تصل إلى 1-500، السحب والإيداع والتسجيل سهل وسريع. أهم ثابت في تداول الذهب أو أي تداول عبر الإنترنت أن تتداول بنفسك فقط ومن خلال الوسيط موثوق، لأنه في كثير شركات هم يجون الصالة تدعي أنها بتدير لك الحساب أو تستثمر لك بالدولة بربح كبير ومضمون، كل هذا وهم ونصب واحتيال. تعلم الأساسيات والتحليل والتوصيات بنفسك من الإنترنت أو بمساعدة الشركة الوسيط الموثوقة التي تفتح فيها الحساب مثل شركة إكس تي بي. شركة إكس تي بي من أفضل الشركات للتداول بالذهب والمعادن وكل الأدوات برافع مالية عالية. رابط التسجيل المباشر بدون وساطات أو عمولات في شركة إكس تي بي موجود أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف www.tsaudi.com. اضغط على الرابط، اختر حساب تجريبي أو حقيقي، سجل حسابك، بعد ذلك تواصل معك الشركة لإكمال عملية التسجيل وتفعيل الحساب. أحبتي نتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.